الرحمن الرحيم. يا لها من ثورة لو كان لها سياسيون، يا لها من ثورة لو كان لها مسؤولون، يا لها من انتصارات لو كان لها مستثمرون، يا لها من رجولة لو وجدت من يحترمها ويقدرها، يا لها من بطولات لو عرفت طريقها صح. نريد أن نسأل المسؤولين سؤالا واضحا، ونريد منهم أيضا إجابة صريحة واضحة. هل ما حدث من طرد للغزاة والانقلابيين على أسوار العاصمة ماذا يعني هذا عندكم؟ هل يعتبر نصرا أم هزيمة؟ تصرفاتكم وأساليبكم في إدارة الأمر بعد هذا الحدث تقول إنه هزيمة وخذلان، أي أنكم هزمتم شر هزيمة، وأن الإنقلابيين والعسكر قد أحكموا سيطرتهم على العاصمة الحبيبة، وأنكم الآن تتفاوضون على نجاة رقابكم. لماذا هذا الخور والانهزام النفسي الممتلئون به؟ لماذا هذا الضعف والتردد؟ أم أنكم فجئتم بالانتصار ولم تكونوا قد حسبتم له حسابه؟ الإنسان يفاجأ بالهزيمة وليس بالنصر. لماذا لم تتفاخروا ولم تتبختروا في مشيتكم؟ والمشي في هذا الوقت وبهذه الطريقة يحبه الله ورسوله. أم أنكم في حقيقة الأمر قد جبلتم وربيتم على الهزيمة والخور؟ فقد فعلت السنين العجاف فيكم فعلتها. سنين القذافي، وما أدراك ما سنين القذافي؟ لم نتعلم منها إلا الهزائم والضعف النفسي والخنوع والركوع لغير الله والعياذ بالله. أنستنا النفس الأبية الحرة، أنستنا العزة والكرامة الحقيقية، أصبحنا شعبا بلا هوية ولا هدف، ولا نحسن التخطيط والإدارة لأنفسنا. نعشق من يأخذ بأيدينا إلى الهاوية، نرى الخراب والدمار والضياع أمام أعيننا ونحن نصفق ونزغرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل، واليوم عندي رسالة واحدة في رسالتين. يعني الرسالة، أي الشطر الأول من الرسالة، نوجهها للي ابتلينا بهم، خليني نقولها صراحة، المسؤولين اللي ابتلينا بهم وأصبحوا هم الحكومة أو هم من يدير الأمر. السؤال الواضح اللي سألناه في المقدمة نعودوه، ليش هذا الرعب عند حكومتنا؟ ليش الخوف والذعر؟ ليش؟ ليش الهرولة في جرة حفتر وفي جرة أي حل ولو كان فيه عطاب نهار لنا؟ ليش؟ ليش الهرولة هذه كلها؟ من كمش منتصرين أنتوا؟ أنتوا مهزومين، الواضح أنكم مهزومين نفسيا. الفرق بينكم وبين الشرق، الشرق قادة الانقلاب وقادة الإرهابيين هم اللي ضغطوا على الشعب كي يحميهم وينجح مخططاتهم. أما نحن في الغرب، الشعب هو اللي ضغط على المسؤولين كي يقفوا أمام العدوان وأمام الانقلابيين. الشعب هو من تحرك ودافع عن ثورته ودافع عن وطنه ودافع عن مبادئه وقيمه، وهو من ضغط على الحكومة كي تبقى وترفع رأسها. شوف الفرق بيننا، شوف الفرق بين ثورة فبراير والعملية الإرهابية المسماة الكرامة. الكرامة تضغط على الشعب كي يخرب ويدمر،
ويحمي كراسيهم ويحمي عروشهم ويمكن لهم السيطرة على البلاد. ضغط على الشعب. في الغرب العكس، الشعب هو من ضغط على المسؤولين لكي يبقوا صامدين في وجه الطغاة والظلمة، كي يبقوا صامدين حتى لا تزول الدولة المدنية وينقلب الأمر إلى حكم العسكر. فليش نحن حكامنا والمسؤولين الموجودين ليش مرعوبين وخايفين والخنوع؟ ولا هي السنين متاعت القذافي؟ التربية متاعكم عند القذافي كانت هكي، كانت علمتكم الخنوع والركوع لغير الله سبحانه وتعالى والخذلان، وما تحبوش تخطوا لأرواحكم أو ما تقدروش تخطوا لأرواحكم. ليش؟ ليش هذه الهرولة؟ نحن منتصرين، نحن ضحينا بأبنائنا ودمائنا وكل ما نملك كي تبقى دولتنا مدنية ونطرد حكم العسكر. أجيوا أنتوا يا مسؤولين تقعدوا مخذولين ومرعوبين ومنهزمين، وكل مرة واحد منكم طلع بمبادرة، وواحد منكم ماشي قاعد لي مع عقيلة صالح، وواحد قاعد مع حفتر، كيف القصة بالضبط؟ لو أن حفتر دخل لطرابلس والعياذ بالله يبي يدير لكم مبادرات ويقعد يتواصل معاكم، كانكم انتوا طايحين على رؤوسكم ولا شنو؟ يعني ما عندكمش وسيله تحافظوا بها على الكرسي بتاعكم في رايكم الا انكم تتواصلوا مع حفتر وتتواصلوا مع الامم المتحده وتتواصلوا مع جيل صالح وهل الفوضى والخراب والدمار. ارجو ان الرساله هذه تاخذ مطرحها عندكم. ليش الخنوع هذا؟ ما تعلمناش في ثوره فبراير هذا الخنوع وهذا الركوع. تعلمنا العزة الحقيقية وتعلمنا الثورة واقتلعنا جرثومة العصر اللي كان نابت فساد وخراب ودمار عشرات السنين، اقتلعت ثورة براير. لذلك ثورة براير هي حرة أبية عزيزة، فيجب أن يكون قادتها أو مسؤوليها أو من يريد أن يتصدر المشهد في براير لابد يكون على هذا المستوى وإلا يتخلى عنا. فبراير لها رجالها ولها ثوارها ولها أبناؤها. هذه رسالتي الأولى. والرسالة الثانية، حقيقة حدث مؤتمر أول أمس أظن يوم بالضبط يوم الأحد، مؤتمر وكان بمناسبة إشهار لمؤسسة للمجلس الأعلى الوطني الليبي للشهداء والمبتورين والجرحى وكذا. وأنا من هذا المكان أبارك هذه الخطوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يبارك في هذه الأعمال. ولكن لي رأي واحد أو لي مطلب واحد لابد أن يضمن هذا المؤتمر. والمؤتمر هذا كان جل الكلمات فيه هو يعني الحقوق للشهداء، وحقيقة كان جل الكلمات أو جل التركيز كان على المستوى المعيشي، سواء لأهلهم من بعدهم، سواء لأبنائهم، سواء لأبائهم، يعني معيشتهم وظروفهم وكذا حقوقهم. وهذا لا شك فيه حق على الليبيين، ولو جمعوا من جيوبهم الليبيين مش حتى الحكومة، حق للليبيين أن يعيش هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم من أجل ليبيا ومن أجل نحن ومن أجل ثورتنا، أن نضمن لهم العيش الكريم من بعدهم لأهلهم. هذه يعني قولا واحدا ومسلمة لا غبار فيها. لكن الأمر اللي حبيت أنا وأنا نراه والله أعلم إنه هو أهم من ذلك، هو المحافظة على الخط أو الحق الذي من أجله قدم الشهيد روحه فداء له، وهو الحق السياسي، حق أن تعيش بلدة دولة مدنية، دولة حرة، دولة ديمقراطية، دولة تخشى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق اللي قدم من أجل الشهيد نفسه وروحه. وين هذا الحق؟ الوفاء للشهداء والمبتورين والجرحى، الوفاء لهم الخالص، هو السير على المطالب التي أرادوها وخرجوا من أجلها. هذا هو قمة الوفاء وقمة العطاء، بالإضافة لما ذكرت من حقوق لابد أن نعي. الأمر الآخر وهي لفتة الشهداء، يعني على الأقل في ما بعد أربعة بعد الهجوم الغادر على العاصمة الحبيبة أكثر من 1000 رجل، أكثر يعني حوالي 1500 رجل أو 1400 رجل.
يعني هؤلاء لو جينا حسبناها بحسبة بسيطة يعني بيكون عدد أسرهم بالكامل حوالي 5000 في المتوسط، يعني 5000 شخص. لو هؤلاء 5000 نزل منهم إلى الشوارع 2000 بس، 2000، والله لتحققت مآربنا وتحققت مبادئ ثورتنا، ولا انتصرت ثورتنا حتى على حكامنا والمسؤولين الموجودين. فليش هذه السلبية وانت قدمت ابنك بغض النظر على الشعب كله؟ انت تعتبر رقم واحد في التضحيات، انت يا اب الشهيد ويا اخ الشهيد ويا زوجة الشهيد ويا ابنة الشهيد ويا ابن الشهيد، انت رقم واحد في التضحية في ليبيا. لو اهلك لو اجتمعتم ونزلتم للشارع لتحققت مآربنا وتحققت مطالبنا، ثم يتبعنا الشعب بعد ذلك. فأرجو أن ننتبه لهذه المعاني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. وخلونا يا سيدي نخشوا وين؟ نخشوا في حلقتنا، وحلقتنا كالمعتاد أو لازلنا في سياق المظاهرات في مدينة بني غازي، وخلونا نشوفوا الفيديو هذا. لاحظت ان وجوه الناس مش باينه، ربما وهو فيديو واضح راهو، لكن ليش نحن غطينا وجوههم؟ اللي بعث الفيديو هذا هو اللي طلب تغطيه، قال باش ما يبانش وجوهنا باش المجرمين ما يعتقلوناش ويبهدلونا. كيف ما يبهدلوا توا في ابناء المرج اللي اعتقلوهم واللي يشرف
على تعذيبهم ولد النظوري. شو رايكم؟ ولد النظوري واخذ الدور متاع سيف سعدته والساعدي والقصه السوداء هذه، يقول تبي تنقلبوا على باتي وتبي تحولوا باتي. شو رايكم؟ شو رايكم في هذه المسخره وهذه المسرحيه الهزليه؟ يبوا يعودوها لنا من جديد. وباتي هو اللي حاكم، وانا اي واحد يجي يشور باتي نقطع رقبته. وين هذيما؟ وين عايشين هذيما؟ في اي زمن عايشين هذيما؟ ما حقوش تضحيات هذه بتاع ثورة فبراير؟ ما حقوش هالالاف اللي تقدم تبيع في ارواحها؟ ما حقوش وسام بالله عليك؟ ما حقوش بوكا؟ ما حقوش هالوجوه النيره هذه وهي تبيع في ارواحها وهي ابن عائلات وحالتهم الماديه يعلم بها الله ومستواهم التعليم يعلم بها الله، مش محتاجين. لكن لا، ظلم لا، خلاص معمر، حول حول خلاص ما عادش يعاود. لذلك احنا جبنا لكم الفيديوهات، وهذه مؤشر على ان الناس خلاص يعني كشفت اللعبه. صحيح انضحك عليهم الناس، صحيح انخدعوا، صحيح فبركوا لهم مظاهرة الرق بنغازي والمكانس اللي كانوا يشيلوا فيهن والمظاهرات وحرية الرأي. وكيف ما قلت لكم من قبل، أهم دعمتين قويات لفبراير خذوهن هم استعملوهن، وهن شنو؟ الانتخابات وحرية الرأي. الانتخابات حشدوا 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 ننجبونا الشلة اللي توا قاعدة في الطبرق، هذه اللي درتها فبراير. الانتخابات هذين أقرت فبراير، لم يقرهن نظام الجماهيري ولا معمر ولا لا 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 لا. نظام الجماهيري كان تصعيد لحم ورز وخيم وكولسة في المربيع. فهم استعملوا الانتخابات اللي هو قوة فبراير، ثم استعملوا المظاهرات التعبير عن الرأي وحرية الرأي اللي أقرتها ثورة فبراير من أول يوم. بدليل احنا كنا دايرين المنصة غادي إحدى المحكمة، وهم قاعدين عند تبستي يطعنوا فينا ويشوهوا في ثورتنا ويشوهوا في ثوارنا وما نقدرش نتكلموا. هذه حرية رأي، لكن يعني وإن كانت متأخرة لكن الوعي بدأ عند الناس وأدركوا أنها لعبة كبيرة وضحكة كبيرة، ولم يستفيدوا منها شيء إلا ضياع أبنائهم ودمائهم وخراب بيوتهم. توا في بوست أفطنوا الطرفة، في بوست نشوفوه مع بعضنا، خليني نشوفه تو نقرا لكم. هاي شنو يقول البوست؟ هو اقراه معايا. يقول بدأت وزارة الداخلية في إجراءات تأمين مكان المظاهرة من الآن، كونوا في الموعد ولا تخذلوا أبنائكم. ارفع لي الصورة شوية خليهم يشوفوا الناس. ايش رايكم في الكلام؟ كلام قمة فروقية، حضارة بصراحة، وما همش عسكر وناس مدنيين ومحترمين وعندهم حرية الرأي. واضحة الصورة تقول هيك، والكلام اللي كاتبينه يقول هيك، انهم عطوا اذن للمظاهرات وحرية الرأي. كويس، وضحت عندكم الصورة؟ بيعطوني صورة الراجل هذا الى اخر. هاي اعطونا الصورة متاع الراجل اللي مخطوف، اتفضلوا. هاي هذا واحد من اللي شاركوا في المظاهرة. وشن كاتب؟ كاتب نعم لدولة للمؤسسات والقانون، نعم لدولة المؤسسات والقانون. واضحة هذين المطالبات. باهي خلوني نرجع شوية معاكم. الراجل هذا عارفيننا، بحثوا فيه كويس. هذا اسمه ربيع العربي، ربيع العربي اسمه الراجل هذا، أحد المشاركين في جمعة إغراق بنغازي اللي هم كانوا يسموا فيها إنقاذ بنغازي. شارك في إغراق بنغازي ودمر بنغازي وحرقوا بنغازي وقتلوا أبنائها وسجنوا أبنائها. واضح الكلام؟ شارك في هذه المظاهرة بناء على شنو؟ بناء على حرية الرأي اللي أرسلته ثورة فبراير. واضح الكلام؟ وما فيش واحد قال له كلمة، واستمر في مشواره نضيع البلاد وضيع الثورة. واضحة؟ عاود تو القصة هذه، هو عاودها على اساس انقاذ ليبيا توه، مش انقاذ بنغازي. طلع حريه راي، طبعا هو مقتنع ان هي حريه راي، طلع حريه راي. باش صار له؟ الرجل هذا خطف، عندنا بوست نحن لا ولا لا هذا. خطف هذا الرجل
إلى الآن مخطوف ما هوش معروف وين، بعد ما شارك في هذه المظاهرة اللي هي مظاهرة قضيبة، ظانا منا الراجل أن الحق اللي اكتسبه في ثورة فبراير واستعمله هو استعمال خاطئ، هذه الحقوقية إن صح التعبير ما زالت مستمرة معها الراجل إلى الآن. وإذا به يفاجأ بحكم العسكر وقالوا له شنو؟ ما فيش، قام عز وانت ساكت، خذوه معوذنا وعزقوه في السجن. والمشير يا حبيبي اللي قاعد توه على راسك يطير، المشير هو اللي قاعد يصول ويجول، ما فيش لا صوت إلا صوت المشير، ولا صورة إلا صورة المشير، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الحالة اللي موجودة في المنطقة الشرقية. طلعوا هذيك الساعة هذا وهو يحكي، لما طلع في إغراق بنغازي، لا للإخوان، لا للمقاتلة، لا للإرهاب، لا لا لا، واضحة باي توا يا حبيبي، توا عاد لا في إخوان، لا في مقاتلة، لا في إرهاب اللي نسبتوه لنا نحن زورا وبهتانا وكذبا، مش موجود. وعلى رأيكم تحرير، تحرير غير منقوص، باي كيف صار يا حبيبي؟ هو اخطفوك انت بروحك، كيف يصير توا؟ وين نصنفوك انت زعما، من الاخوان انت ولا من المقاتله ولا من الارهابيين؟ في رايي انا انت واحد من الارهابيين، في رايي انا الشخصي انت واحد من الارهابيين، انت من سببوا في دمار بنغازي ودمار المنطقه الشرقيه، بل وتاثرت ليبيا بالكامل بمثل هذه التصرفات الرهنة. والدنيا يا سيدي دواره، خذوهن القصيدة هذه والأغنية غنوها راي كويسة. توا المطبلين والمزمرين والمبلدين والمزنحين، خلونا نسمعوهم توا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نحن مشايخ وحكماء واعيان قبائل مدينة بنغازي، تابعنا ما تم نشره عبر القنوات الطبقية بخصوص مشاركة وفد من المشايخ لمقابلة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بمكتبه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 سبتمبر 2020 لمناقشته بالأحداث الجامعة. فندين ونستنكر الأخبار والإشاعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع إعلامية ندعي فيها جميع من حضروا من المشايخ لقائم لرئيس الحكومة المؤقتة يوم الثلاثاء المتمدحين والمطبلين له ولحكومته، وذلك بسبب الفيديو الذي تم نشره مكتب الإعلام والتواصل برئاسة الوزراء، والذي لم يضر لقاء المشايخ مع رئيس الحكومة الكاملة وما دار فيه من حوار حول هموم الوطن والمواطن وأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة الهزيل والغير مرضي، وتقرير قوى المحاسبة وآية الرقابة الإدارية والقرارات المجرية للحكومة المؤقتة، بل خان مكتب الإعلام والتواصل برئاسة الوزراء الأمانة المهنية وانقياد الوطن، وفضل انقياد الأشخاص والمصالح الشخصية، فخبرت الفيديو ومنتجوه واختاروا من اللقاء كلمات فيها شكر واعتذار لبعض الأشخاص تعبيرا عن آرائهم الشخصية. ونحن نبين بأن جميع الحاضرين قد تحدثوا، فمنهم من وجد العذر الحكومة في بعض المواضيع وانتقدها في مواضيع أخرى، وهذا ما تم منتجته ونشره، ومنهم من انتقد الحكومة وحملها مسؤوليتها كاملة فيما يحدث من فساد وسوء خدمات، ونقلوا له أسباب غضب الشارع وأكدوا له على شريط المظاهرات السلمية وحراك الشارع ومطالب الشباب، وقد أيدهم رئيس الحكومة بذلك ووعدهم بالشروع في معالجة المشكلات في أسرع وقت، كما طلب تقديم ما يفي بدعاوى الفساد المفسدين إلى حالة القضاء، وهذا ما تم حذفه وحذفه للعامة. عليه يقدم اعتذاره لشبابنا وأهلنا عما بدر من بعض الأشخاص في بعض الكلمات، وعليه نؤكد هذه بأن دورنا وعملنا اجتماعي بحت ولم يكن سياسيا، وبأننا أباء قبل أن نكون مشايخ وحكماء وذو فعل وطنية صرفة، ونقف قلبا وقالبا بجانب أبنائنا، ولم نخونهم بإذن الله، ونؤيد مطالبهم دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة، ولم نقبل رضا كما نقبل من رئيس الحكومة قبول النقد وإثبات تعليماته فورية لمكتب الإعلام والتواصل التابع له ببث اللقاء كاملا عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي دون حذف أو نقصان لتوضيح الأمر الذي دبر بالليل. صدر في بنغازي في تاريخ اليوم السبت 19 سبتمبر 2020. طبعا هذا ما للتصحيح بصراحة، يعني لعل موقفهم كويس، ما كنتش نقصد هذيما أنا،
أنا كنت نقصد اللي مشوا لرئيس الحكومة والثني وبدوا يغنوا له وبدوا يزمروا له وبدوا كذا. لكن لفت انتباهي إنه قال نحن دورنا اجتماعي بحت، ما عندناش أي دور في السياسة. فاللي كفوله النفط هذا ما شنو دورهم اجتماعي؟ داروا ميعاد غادي ولا شنو؟ اللي حرموا الليبيين من خيراتهم ومن أرزاقهم، اللي استعملوا كأدوات لقفل الرزق على الليبيين، شنو الدور هذا؟ شنو يسموه؟ سياسي ولا مش سياسي؟ لكن في العموم يعني توضيح لبعض الشيء لهؤلاء معقول، يعني البيان هذا، الحدث هذا ولا البيان هذا كله طبعا مقتبس من ثورة فبراير، أو مأخوذ من ثورة فبراير، بقايا ثورة فبراير اللي ما زالت موجودة في المنطقة الشرقية هي التي تفعل هذه الأحداث، بقايا. لكن لو جاهم ضغط من تركينا هك ولا هك، ربما يتغير الرأي، وربما يطلع بيان تأييد، وربما يطلع بيان اعتذار. ودرنا من قبل نحن، أو جبنا لكم فيديو من قبل، لحوتة لما صبوا دون أرضهم وافتحوا صدورهم وحاولوا استقبال الرصاص وطارق بن زياد، فوجئنا بعدها وإذا بهم يعتذرون اعتذار رسمي ويتوكلوا على الله ويتبرعوا بأرض 47 هكتار، منطقة اسمها الحوتية أو الحوتية، يعني عطوها تبرع للجيش، الجيش القيادة العامة، الجيش شلة العصابة اللي غادية زي ما المجرمين ما زالوا يصروا على أنهم جيش رغم خروج قياداتهم هم برواحهم، والله ما تقولنا عليهم نحن، ربما كلام الحجازي وكلام المهدي البرغثي وكلام فرج البرعصي يوما ما كانوا قاعدين في الطبيخة، حتى هم اللي تكلموا، مهدي البرغثي قال إرهاب يزرع، فرج البرعصي قال فتات، والله ما عندنا جيش، قال الحجازي وما أدراك ما الحجازي، هو اللي كان ناطق رسمي. بعد هذه الشواهد ما زالوا مصرين على العصابة اللي غادي القتل المجرمين على أنهم جيش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا. نعم. الأمر الآخر الكنانة، وما أدراك ما الكنانة، يعني مصر وحفظ الله مصر، مصر العروبة، مصر الإسلام، مصر الحرية حقيقة، لا زال الشعب يناضل ويكافح بصراحة، وما زال، وانتم عارفين المجرم كيف سلط عليهم وكيف يعني قلبها لهم عسكرية. خلونا نشوفوا مظاهرات مصر هذه ونرجعوا. هاي لا إله إلا الله والسيسي عدو الله. الحقيقة تأخذ منها رسالة قوية أن الشعوب العربية أو الشعوب التي خرجت في الثورات العربية في 2011 مصرة على استرجاع ثورتها، ومصرة على نجاح ثورتها، ومصرة على إبعاد الطغيان والاستبداد والعسكر عن الحكم. شوفوا في أهلنا في مصر رغم ما سير عندهم من كوارث ومساوئ وحرمان وقتل وسجون وتشريد حتى هم، ومصادرة للحقوق وللأرزاق، لكن ما زالوا مصرين على الخروج وعلى التعبير عن رأيهم. اللي نبي نقوله، ليش العسكر أو السيسي أو من وراء السيسي، ليش مصرين على طمس مصر؟ ليش مصرين على إخراج مصر من الدائرة، من الدائرة الثورية، الدائرة الحرة، الدائرة الأبية، الدائرة التي تريد أن تنتزع حقوق الناس وحقوق الأمة؟ ليش مصرين العسكر على هذا الخط؟ خلونا نشوف الفيديو هذا بالله عليك. الأذان، تفضل.
أذن أنا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفتوا السر؟ شفتوا ليش عافسين على مصر؟ لجنة حتطلع قيادات كيف هذه. رئيس الدولة متاعك في وسط الخطابة متاعه وفي وسط المؤتمر متاعه ينبه أنه توا وقت أذان يا سيادة الرئيس، وإذا به يرفع الأذان هو بنفسه. والله أخشى، وسمحوني يا أهلنا في مصر، أخشى أن تعاقبوا بإزالة هذا الرجل، كلكم جميعا بإزالة هذا الرجل الصالح. أخشى أن تعاقبوا جميعا أنكم لم تحموا ولم تدافعوا عن هذا الرجل رحمة الله عليه. شفتوا السر ليش الهجمة عالمية علينا؟ شفتوا السر ليش الهجمة على الثورات العربية بجميعها، جميع الدول بجميع العرقيات اللي ثارت في وجه الظلم والطغيان وتريد أن تؤسس لحياة حرة كريمة تملك إرادتها واختيارها؟ العالم كله لابد أن يحاربها، لأنها عارفة لو خليت هذه الشعوب بينها وبين إرادتها الحرة ستختار من يخشى الله بإذن الله تعالى، وستعجل بقيام دولة الإسلام. الغرب الكافر يفهم هذه المعادلة جيدا، للأسف يفهمها أكثر من أبناء الإسلام، يفهمها جيدا، لذلك يجند العملاء والخونة من جميع الجهات لإطاحة هذا المشروع ولإلغاء هذا المشروع، على الأقل لتأخير هذا المشروع على الأقل. لذلك تجد مظاهرة إغراق إنقاذ بنغازي، إنقاذ ليبيا، مش عارف شنو، أسماء وشعارات تخليك تتوه تضيع فيهن، وهن في الأصل محاربة الثورات وعدم امتلاك الشعوب لإرادتها. خلينا نسمع الرجل هذا رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، خلونا نسمعوه أخا كده. قضية فلسطينية تحتاج إلينا جميعا، لا تنسوها، لا عملناها كلها، لا نفرط في أرض فلسطين، لن نترك الصهاينة يوما واحدا يعنون بأرض فلسطين، كلنا مقاومون ما حيينا، كلنا ضد الصهاينة، لا حق لهم ولا جبر لهم في كامل أرض فلسطين. إياكم أن تصدقوا أو توافقوا على موضوع الدولتين، هذا مكر الصهاينة، دولة واحدة فلسطين للفلسطينيين، دولة واحدة والمجرمون يرحلون، يقاومون، توازن الألم الذي يلقونه من المقاومة ادعموا المقاومة، كونوا معها معنى وفعلا، كونوا معها فكرا وأبناء وأسرا، افعلوا كل ما تفعلونه وما تستطيعونه من أجلهم،
وقولوا دائما لأنفسكم ولإخوانكم في فلسطين إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا ترجون. فلسطين ضحية الحكام الظالمة دولبر، فلسطين ضحية الظالمة دولبر، صامتين على 5 مليون، خارجين من 5 مليون لقطاع الأرض الصهاينة 5 مليون، يخيفون العرب 250 مليون، والمسلمين 1500 مليون، والمصريين 80 مليون. ما هؤلاء هم يمكنون لأعداء هؤلاء هم الحكام يمكنون لأعداء الأمة من الأمة عن طريق الذيول والخونة والأتباع والمرتزقة اللي موجودة بيننا. شفتوا المسألة كيف واضحة عند الراجل رحمة الله عليه؟ شفتوا السر لماذا قتل مرسي؟ لماذا قتل مرسي؟ نقولها بصوت عال، لماذا قتل هذا الرجل؟ لمثل هذا الرأي، لمثل هذا الفكر، لمثل هذه الشمولية لمفاهيم الإسلام. كيف قال 5 مليون؟ قال يتحكموا في 1500 مليون مسلم، يتحكموا في ملايين 250 مليون عربي، يتحكموا في جبهة مصر بس اللي هي 80 مليون، لو كان نطلعوا عليهم بالحيط بس رنهوهم إلى الأبد. القصة متاع دولتين ما دولتين، لا، كلام فاضي، كلام فاضي، واطلعوا على حقيقتهم الآن. لكن شفتم الخطوات متاعهم والتطبيع اللي يقولوا عليه تطبيع، أم تدروه لما تريحوا على الجبهات الملك العميل متاع الأردن والفاسد الصهيوني اللي موجود في مصر والشيعي المجرم العلوي النصيري قاعد من حذاهم من غادي، ولا لبنان حزب الله، شفتوا الكلام لما تريحوا على الجبهات هذينا، قالوا لا نبوا تطبيع وما ناش متحشمين فيها ونبوا دول عربية جينا وتمشي علينا، وأصبحوا يهربوا الحكام العرب الخونة. خلونا نسمعوا لهذا الرجل أيضا ونرجعوا. هاي أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع، احنا اولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضيه الفلسطينيه عندنا تبقى قضيه مقدسه بالنسبه لنا وبالنسبه للشعب الجزائري برمته، قضيه تاع فيش حل. قضية الفلسطينيه ربما من على نهار 3 في الخطاب تاعي في الجمعيه العامه تاع الامم المتحده غادي نكرر نفس الشيء. قضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية مقدسة، أم القضايا، قضية جوهرية ما تتحل إلا بالدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. وتما أعتقد في حالة ما تكون فيه إعلان تاع الدولة الفلسطينية رسميا، مشكل الشرق الأوسط يتحل. مفتاح الشرق الأوسط هي قضية الفلسطينية. شفتوا القضية الفلسطينية شنو الأهمية متاعها؟ شفتوا نحن كليبيين نتيجة الهم اللي قاعدين فيه ونتيجة التكالب ونتيجة ضعف المسؤولين عندنا والحكام عندنا ونتيجة الخور اللي موجود عندهم والتردد وشعورهم بالهزيمة النفسية وضعنا نحن، خلانا ما نطلعوش مظاهرة وحدة ضد التطبيع. ما قالتش ليبيا رايها في الموضوع للأسف. ليبيا السباقة، ليبيا بلد عمر المختار، بلد الشهادة في سبيل الله، بلد الإسلام، بلد المذهب الواحد. أكثر من قريب 98% أو 99% بلد السنة. ما تطلعش مظاهرة واحدة تنكر على هؤلاء الخونة الحكام العملاء. ليش هذه؟ نتيجة المسرحية اللي خشين فيها كلنا، لهينا في أنفسنا، انقطاع ضي على كهرباء، على أزمة سيولة، كل هذه راي كلها مفتعلة، كلها توجه إلى خط واحد وهو العودة لحكم العسكر
وضرب الانتخابات وضرب امتلاك الإرادة والحرية والقضايا الكبرى متاع الأمة الإسلامية يجب أن ننسوها. يا راجل خلينا في همنا نحن توا، تحكي لنا على فلسطين، فلسطين اللي قاعدين منتشرين في العالم وزو بزناسة ومتعين فريات وصرقين وكذبين، وإذا به هو يفرط وهو لا يدري، يفرط في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بيت المقدس، يفرط فيه. توا عندنا بناتنا الحرات في مصر، شوف بالله عليك شنو يقول انا. طيب هو انا المفروض ان انا كنت واقفه حاليا عند جامعه مصر، طلبت من الشباب اللي في الحصري تروح عند جامعه مصر عشان نتجمع. في شباب للامانه، في شباب وصلت لي، بس انا برضو معرفش اذا كانوا هم ولا لا، وعددنا لا قليل، ما نقدرش نعمل حاجه، والشرطه كمان كل شويه بتعدي. ف يعني انا مش عارفه الناس اللي قاعده في البيوت دي قاعده ليه، انتوا قاعدين ليه بجد؟ عاجبكم الوضع كده ولا انا مش فاهمه برضو، ولا انتوا خلاص يأستوا وخايفين فعلا؟ يعني تبقى مصيبه حقيقي لو انتوا خايفين. طيب انا مش هتكلم كتير ومش هتكلم على الناس اللي قاعده في البيوت عشان شوفوا بناتنا الحرات. شفتوا الكلام؟ يعني ما اظنش انها كان هلبت العشرين، ممكن سنه او اثنين هذه، ان لم تكن اقل من عشرين. الكلام اللي تقول فيه هذا ما ينطبقش علينا، وين شبابنا نحن؟ وين شبابنا؟ كانوا معتزلين المشهد، او جزء من الشباب عندنا لا يعرفوا الا في الجبهات، في القتال، في إسالة الدم وتقديم الروح. لكن المعارضة السلمية واستلاب الحقوق وتتويج النصر متاعنا بأخذ حقوقنا السياسية السلمية، لا، نحن بعيدين كل البعد. أو جزء الآخر اللي هو بعيد، لا جبهة يعني قتال ولا حقوق سلمية، كافيات ومقاهي وموضات وشرطات وشعار ملوي من فوق وسلاسل، منظر بصراحة منظر مقزز بصراحة. الأمة قاعدة تغلي، الأمة قاعدة تبحث على الصدارة اللي كانت فيها، تبحث عليها من جديد الأمة، والأمة قاعدة مستعدة أن تقدم في الليل وفي النهار، ويحاول الحكام الخونة والخانعين يعني تحييد الأمة عن هذا المسار وإضعافها ويعني إحباطها والباسها باليأس والقنوط. وشبابنا اللي زي الورد، الخمسة وعشرين والثمانية وعشرين والثلاثين واثنين وثلاثين والثمنتاش والسبعتاش، في مجال آخر تائهين عن هويتهم الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا إلى دينه رجوعا سليما معافا عاجلا مستعجلا بإذن الله تعالى. أمتنا راهي محتاجتنا واجد. شفتوا البوست اللي قدامكم هذا شنو يقول؟ شنو المعنى؟ هذا يأيد في كلام البنت هذه الطيبة الحرة اللي كانت تحكي توا، تقول الناس اللي قاعدين في الحواشين وما يبوش يشاركوا في المظاهرات، وما يبوش، عجبكم الوضع اللي قاعدين فيه؟ عجبكم الذل اللي قاعدين فيه؟ عجبكم هالكهرباء اللي 15 ساعة و20 ساعة تنقطع بحجة شنو؟ ما عندناش فلوس كذابين، ما عندناش إمكانيات كذابين. لا، العذر الحقيقي السرقة، السرقة عندنا جيوب ما بنش تعبن، والعياذ بالله رزق الحرام ما ينشبعش منا. فالبوست هذا شنو يقول؟ عودوه لي البوست أخر. يقول إذا تراجعنا ذا احترقنا، إذا تراجعنا احترقنا، إذا تراجعنا عن هذا الخط تم حرقنا. ولعل ببساطة هيك، لما تمكنوا المجرمين والإرهابيين والقتلة والانقلابيين، لما تمكنوا من المنطقة الشرقية شن داروا فيها؟ احرقوا الأخضر واليابس، احرقوه الأخضر واليابس، طلعوا حتى الملفات للناس اللي كانت معارضة للمجرم للطاغوت القذافي، طلعوا الملفات بتاعهم، ومن كان حيا اقبضوا عليه، ومن كان موجود في المنطقة الشرقية اقبضت عليه، وإلا أصبح مشرد مهجر من جديد.
شفتوش الصوره اللي تو عودها لي مالتها؟ رجت الصوره خلاص الناس فدت، الناس خلاص تساوت عندها. مصبي قدام السياره متاع مكافحه الشغب، ممكن تعفس عليه ممكن كذا، خلاص تساوت عندها، تساوت وفتح عليها الله سبحانه وتعالى وراى النور، نور الحريه ونور الاراده ونور يعني العزه الحقيقيه والكرامه الحقيقيه، الشعر به هذا الشاب، فما يبيش يتنازل عنا. وكثير منا ولعل شبابنا اللي تقدموا سواء كان في البنيان المرصوص او كان في بركان الغضب او في قنفوده او في الصابري او في خربيش او في سوق الظلام، هؤلاء دخل النور في صدورهم وايقنوا بوعد الله سبحانه وتعالى وايقنوا باحقيتهم في العيش الكريم على ارضهم اعزاء كرماء احرار، يقين هذا زرع في قلوبهم، فلذلك ضحوا بكل ما يملكون كي يعيش هذا اليقين واقعا حيا ملموسا يراه العالم اجمع. هذه المعاني لا تغيب عنكم، رجاء لا تغيب عنكم وتخلوا يعني مشاكل الحياه تغطي، وامتى يجينا الضي، وامتى تجينا الخبزه، وامتى تجينا الميه، وامتى تجينا السيوله، ونفقد البوصله تماما ونصبح، سامحوني يعني سامحوني في هذا اللفظ، نصبح كالحيوانات لا هم لنا الا الاكل والشرب والنوم، ونصبح في الصبح نجري على لقمة العيش، لعند الليل نطيح نرقد وهكذا. لا 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 لا، نحن لخلقنا لأكبر من ذلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد كرمنا بني آدم كرب العالمين، ما كرمش بالأكل والشرب، كرم بالسمو النفسي، بعلو الهمة، بالهدف الواضح الصريح، بالهدف الجميل، بالإنسانية الحق، هذه اللي كرم بها الله سبحانه وتعالى. فإياكم تخذكم هذه المتاهات ويدخلونا فيهن، نحن نريد دولة، نريد دولة مدنية، نريد دستور نعرف ما لنا وما علينا حتى تستمر الحياة ونعيش كأناس أحرار على أرضهم، يأكلون ويشربون من خيراتهم ويتعلمون ويتنزهون، هكذا الحياة، أما غير ذلك لا. نريد أن نعيش بدون أن تغيب عنا قضايا الأمة، نحن من الأمة الإسلامية، لا يمكن ننزع عن الأمة الإسلامية ولا يمكن أن نتخلى عن الأمة الإسلامية ولا يمكن أن يتم نزعنا من هذه الأمة الإسلامية، فهي عقيدتنا وعقيدة التوحيد بإذن الله تعالى، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بإذن الله تعالى. فلا تحاولوا، هذه الثورات هي سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لامتلاك إرادتنا من جديد ولطرد الطغيان والظلم والاستبداد، غير ذلك لا نرضى بديلا. فعلى حكامنا أو من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكونوا في المستوى، أن يكونوا في المستوى، وإلا يتخلوا عنا ويخلوا بيننا وبين الأعداء، خلوا بيننا وبين الأعداء، فلدينا رجال بإذن الله تعالى لو أرادوا نقح الجبال لنطحوها بإذن الله تعالى. وأظني شفتوهم في الحروب البسيطة وفي المعارك كلها شفتوهم وشفتوا الهمم متاعهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.